بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ محمد بن بريك المري على التواصل في الأشواط السابقة. وهذا هو الشوط الأول للسودانيين للإخوة السودانيين للمفاريد بكار من مسافة 1500 متر في أول المراكز. شاهينية لفضل الله جمع. أما ثاني المراكز من الجانب الأيمن أرى هارموني للجاهوري صالح الجاهوري. هارموني هذه قناة سودانية. في ثالث المراكز اللي هي الشاهينية لحميد حميد محمود الرشيدي في ثالث المراكز. أما رابع المراكز أرى من الجانب الأيمن مزنة لحميد محمود الرشيدي. أما رابع خامس المراكز اللي هي الشاهينية لبخيت حسن حمد الله انتزع المركز الخامس في هذه اللحظات. وخلونا في أول المراكز اللي هي في أول المراكز الشاهينية لفضل الله جماع انتزعت المركز الأول في هذه اللحظات. أما في ثاني المراكز اللي هي هارموني للجاهوري صالح الجاهوري. هارموني في أول انتزعت المركز الأول بكل قوة بكل اقتدار في هذه اللحظات. أما ثاني المراكز الشاهينية لحميد حميد محمود الرشيدي. ثالث المراكز الشاهينية لفضل الله جماع. أرى بخيت حسن حمد الله يتسلل مع الشاهينية من الجانب الأيمن. بخيت حسن حمد الله انتزع المركز الثالث في هذه اللحظات. أما خامس المراكز اللي هي براقة لمحمد الحسن عبد الله. محمد الحسن عبد الله مع براقة في خامس المراكز. ولكن خلونا مع هارموني للجاهوري صالح الجاهوري. هارموني هي هذه قناة سودانية وهارموني بالإنجليزي معناها طرب أو نغم. هذه هارموني لجاهوري صالح الجاهوري انتزعت المركز الأول بكل قوة بكل اقتدار وغنت على ناموس هذا الشوط. ناموس لجاهوري صالح الجاهوري على انتزاع هذا المركز بكل قوة بكل اقتدار. في ثاني المراكز اللي هي الشاهينية لحميد محمود الرشيدي. أما ثالث المراكز براقة لمحمد الحسن عبد الله. تهانينا والناموس للأخ الجاهوري صالح الجاهوري على فوز هارموني بالشوط الأول للإخوة السودانيين. تهانينا والناموس.